اخبارك يا اخويا؟ والله العظيم ليك وحشه، بقالك فتره كبيره يا جدع ما سالتش علينا. والله يا اخويا الشغل والدنيا هدا حيلي. ايه ده مالك؟ فين انت؟ اتكلم كده. قصدك على اللغه يعني واللهجه؟ لا ده بس عشان بقالي فتره كتيره في السعوديه. سعودي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك يا عم، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا ولد اخويا؟ عامل ايه؟ وحشني. مالك بتتكلم كده؟ والله لسه جاي لابوك السعودية، بقى غيرت لهجتي وكده يعني اتعودوا عليا. معلش سعودي انت تحور علينا، ده انا كل يوم شايفك شغال في البازار اللي في شارع الهرم. في يا عم سعودي؟ ها والله اللهجه اتغيرت. طب يا دوبك الحق، انا بقى اتاخرت على شغل كبير جدا. خد بس، رايح فين بالسعودي المصري السوري بتاعك؟ انت رايح فين يا حاج؟ انت اسفت. ايه هو نعم فيه؟ هو مفوق لي كده. انت مش النهارده قلت لي ان كان في العربيه صوت كركبه تحت؟ كركبه؟ عربيتي النهارده الصبح لما قلت ان انت وصل العربيه سمعت صوت كركبه في العربيه تحت. ايوه كان فيها كركبه. تعالى يلا عشان ننزل نشوف العربيه مالها فيها ايه. دلوقتي يا بابا الساعه 12 بالليل. دلوقتي احسن وقت تشوف في العربيه. يلا اهو. يا رب. تمام كده يا بابا، ولا لسه في حاجه تاني؟ عايز انام. انت مستعجل عنهم ليه؟ مستعجل ليه؟ استنى، في حاجه. لا مش مستعجل بابا، براحتك يا بابا. نعم. الكاتل ده وانا دايما بعمل شاي فيه سرسوب بخار بيطلع منه بيخلي الشاي ما يغليش كويس. عايزين نسد بابا؟ ممكن بس بعد اذنك سؤال؟ اتفضل حبيبي اتفضل. بابا فين؟ ابويا الحقيقي فين؟ انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ قدامي قدام باب جامع بتضربوني وتعذبوني. انا ليه قدام باب جامع وبعذبك وكل يوم هقعد اضرب فيك؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا تمام يا حاج، ماما. طب يلا خد صلاحك وقعد. بقول لك يا بابا، كنت عايز اسالك سؤال بس. ارجع. هو حضرتك يعني عمري ما شفتك لابس بنطلون، ولو شفتك كان بيبقى فين وفين؟ ليه جايب الحزام؟ السؤال عشان اضربك بيه طبعا. اصلا؟ طب حضرتك بتجيب منين افكار تضربني بيها؟ انت لو جايبه عشان تضربني، لو بتيجي تضربني بقى بتجيب منين الحاجات اللي تضربني عليها دي؟ انا اقول لك، وصلت العربيه النهارده زي ما قلت لك؟ لا نسيت. بسيطة يا ابن اللعيبة، جبتها ازاي دي؟ ما خسرتش العربية ليه؟ بابا لا احنا بنتناقش بقى. ما خد بس، ما انا هقول لك. جامدة البتاعة دي على لا انا كده هشتغل نفسي. ايه يا بابا هزر معاك في ايه؟ ايه يا زفت انت؟ انت مش هتبطل بقى؟ دي خامس مرة يا زفت البحر تخضني النهار. طب وربنا ماشي. انت يا زفت خد على هنا. يا بابا ليه كده يا حاج؟ هو انا دهيتك في حاجه؟ الحاجه انت اللي جابك دلوقتي. وانا لو كنتش قصدي اضربك انت، والله انا قصدي اضرب قلب البحر. بص يا امي بقى على السحر اللي عامله ده، وركز معايا كويس جدا عشان هبهرك. وريني يا اخوي، وريني معطلني على الغدا عشان ايه؟ ادي مناديل وادي كوبايه معايا كلب البحر. كل دي مناديل. ودلوقتي انا مسكت الكوبايه دي وقلبتها، الميه كلها تروح على الارض ومهدله الدنيا وانت زعيل طبعا، وهو مديك بالجزمه. بص لي بقى. لا لا ولا ولا ايه ده؟ الله، عملتها ازاي دي؟ كدبت عليكي؟ طب بقول لك ايه، انا ممكن اجربها؟ مش مصدقاني انا هكدب عليكي؟ اتفضلي طبعا جرب. وريني كده. اكيد مش هتقع زي ما عملتها صح؟ اهي اتقلبت وهتقع. بص عشان تعرف بس ان السحر مفيش حد بيعرف يعمله غير الساحر. انت ما بتعرفيش تعملي سحر، مفيش دعوه. قلت لك خد يلا.